هاي كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم ابو حميد، واليوم رجعت لكم بمقطع جديد. شو عم تعمل ابو حميد؟ ليش انت هون؟ وين ليش بالسياره؟ شو عم تعمل؟ طبعا هلا انا صفيت عند محل اسمه، شو اسمه هذا؟ اسمه مطعم المختار. هذا مطعم المختار، محل مشهور موجود بالميدان. طبعا اكيد جينا على الشام لازم نزور الميدان ونجرب الاكلات اللي عندهم. طبعا هذا شو بيعمل؟ هذا بيعمل قشي ومقادم، وبنفس الوقت بيعمل فتة راس، وبيعمل نخاعات وكراعين وهالامور هيدي. فهلا فايتين نشوفه ونشوف شوفه عنده ونجرب من عنده هالاكلات الطيبه، رح صور لكم اياهم. يلا خلونا نمشي. مثل ما شايفين قدامكم هذا هو المطعم من برا. طبعا هو موجود بالميدان، اسمه مطعم المختار، وبيعمل نخاعات وروس وابوات وسجقات وهالامور هيدي. طبعا هلا رح نفرجيكم المطعم من جوا، كتير كتير حلو وظريف. هو بيعمل بس هدول الاكلات، يعني مختص فيهم. مثل ما شايفين قدامكم هون كنت عم صوركم ديكور المحل، وهون كانوا مستعجلين انه تعا شوف الاكلات. طيب عم قلكم طيب طولوا بالكم شوي. هون طبعا في لوحه كتير حلوه حبيت صورها، بعدين هون بلش بده يفرجيني. مثل ما شايفين قدامكم هون اللسانات، وهلا بده يفرجيني الابوات. مثل ما شايفين الابوات قدامكم، وهلا كمان رح يفرجيني شغلات طيبه ثانيه. مثل ما شايفين قدامكم المصارين كتير حلوين، هن بيقولوا لهم سجقات ونحن بنقول لهم قشي، وهدول اللي شالون اخر شيء بيقولوا لهم مقادم ولحمه راس. طيب اوكي يا شباب، هون مثل ما شايفين قدامكم هذا شكله مثل لسان يا اما لحمه راس. فمثل ما شايفين قدامكم اول شيء بيقدموا لنا هذا السيرفيس مكون من مخلل، مكون من حامض، وبنفس الوقت بيجيبوا لنا المراه. هيدي المراه مثل ما شايفين اللي كانوا عم يطبخوا فيها السجقات والابوات والنخاعات. فهذا صحن، اول شيء نزلنا صحن نخاعات مثل ما شايفين قدامكم، وهيدي فتت راس، وكمان نزلنا صارين او سجقات او اشياء لها كثير اسماء، فنحن بنقول لها اشياء. وهدول اللي قدامكم كمان اسمهم ابوات، وكمان مثل ما شايفين قدامكم هيدي هي الصوره كامله للصفره من فوق. وهون اجى دار ابو حميد لحتى يجرب الاكلات، وعم يقول لكم يلا كلنا ناكل. مثل ما شايفين قدامكم هون بلش ابو حميد ياكل بالسجقات، وكتير كتير طيبين لدرجه انه واو، عن جد واو، شيء ولا اطيب من هيك. وهون كمان نجينا بدنا نشرب مرقه مع السجقات، بس انا بالعاده بحط السجقات بقلب المرقه، عرفتوا كيف؟ وباكلهم مع بعضهم. وهون اجينا بدنا نجرب الابوات، كتير كتير كانوا طيبين ورهيبين. انا بعشق الاكلات القديمه يا شباب، الاكلات القديمه، الاشي، الورق العنب، هالامور روح قلبي. هون عم اقول فظيعه، يي ولا اطيب من هيك. مثل ما شايفين عم بشرب شوربه معه. وهلا كمان اجينا بدنا نجرب قدامكم فتت الراس. طبعا هي بتنعمل بلبن، بس هلا هن عاملينها بلبن وطحينه، حاطين معها لحمه الراس. مثل ما شايفين قدامكم ابو حميد عم يبلش وعم ياكل، وعم ياكل الشيء المسقسه، وعم اقول اوه شو هذا، ما شاء الله فظيعه، ما شاء الله كتير كتير كان طيب، والمحل كتير نظيف، وكتير يعني ما في زنخه ما في شيء. هلا دائما هيك محلات بتخافوا من ريحه الزنقه، هذا المحل ما شاء الله كتير نظيف. وهلا اجينا بدنا نجرب النخاعات. مثل ما قدامكم شايفين حطيناها بخبزه وحطينا عليها شويه حامض، وهلا ابو حميد بلش يزلطها، ما شاء الله فظيعه ولا اطيب من هيك، 10 على 10. فمثل ما شفتوا بالمقطع الاكلات الطيبه جدا رهيبه. هلا اجت فقره الاسعار والتقييم. مثل ما شايفين يا شباب كان الاكل رائع، مرعب، متفجر، خارق. عن جد انا الاكلات هدول كتير بحبهم وكتير بعشقهم، خاصه الاكلات القديمه، الاشي، الورق العنب، الكبه المشوي، هالامور هيدي كتير بموت عليهم. فتقييمي بشكل عام للاكل بدون مبالغه 10 على 10، مشان ما كتير نروح وقت على التقييم، وهذا تقييم وهيك وهذا تقييم وهيك. بشكل عام شباب فظيع، كانه واحد عامل الطبخه بالبيت. انا ما جاي اطبل ولا جاي امدح، وبتقول بكره بتقولوا لي يا ابو حميد معقول كل مقاطعك 10 من 10 كله طيب؟ يا اخي شو بدي اعملكم اذا المحلات رحت عليها طيبه؟ طيب شو بعمل؟ فعلا رائع، 10 انا بقيمه بالنسبه لي رايي الشخصي 10 على 10 بدون اي مبالغه. وإسا في محلات بالميدان تاني غير المختار كمان إن شاء الله بالمستقبل رح نروح عليها ونجربها. بالنسبة للأسعار مثل ما كنتوا شايفين نحن طلبنا صحن نخاعات وصحن سجقات وصحن أبوات، وإجا السيرفيس مع المرأة وهالأمور هيدي كلها، طلع الحساب تقريبا 300 ألف. طبعا نحن كنا طالبين نص كيلو السجقات مو أكتر من هيك، لأنه مع باقي الحواضر وباقي الأمور هيدي بتشبع، ما بدك اكثر من هيك. ونحن كنا 3 اشخاص، عرفتوا كيف؟ فكان الحساب تقريبا 300 ألف، بس كان شيء ولا اروع من هيك. عن جد بنصحكم كلكم تجربوه للمختار، ما بتندموا.
وبس هون يا شباب نكون وصلنا معكم لنهاية المقطع. إن شاء الله يكون المقطع نال على أعجابكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه. إذا عجبكم المقطع لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة إذا مو مشتركين، ونشر المقطع لرفقاتكم. هلا منشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي. No God please no no no. أوكي يا شباب رجعنا لكم. هلا إجت فترة، هلا إجت فقرة الأسعار. أوكي.